يعطيك العافية. نسبة كبيرة من مرضى علاج العصب إن حكى لهم عندك قناة مكلسة، راح نضطر نزود عدد الجلسات عشان نفتح القناة المكلسة، أو أنت بحاجة أخصائي علاج عصب عشان نفتح القناة المكلسة. المريض بيقول أوكي، وهو مش عارف أصلاً شو هي القناة المكلسة أو شو هو تكلس القنوات. وظائف عصب الأسنان متعددة، ومن ضمن هالوظائف حماية السن. فلما يبلش يحس بخطر التسوس والانكشاف للعالم الخارجي، يبلش يبعث لك رسائل ويستنجد، يبلش يوجعك على الحامي، يوجعك على البارد، وانت بتيجي بتاخذ مسكن وبروح الوجع وبتفكر حالك طبت. العصب لما يشوفك ما جاوبت مع الرسائل اللي ودالك اياها، يبلش يعتمد على حاله عشان يدافع عن نفسه، ويبلش يبني جدار من الكلس عشان يحمي حاله. السبب الثاني، إذا بهالزمنات أكلت ضربة على أسنانك، عصب السن بنصدم بهالمؤثر القوي اللي أجا فجأة، فبيبلش يرسب بالكالسيوم كمحاولة منه للدفاع عن نفسه. السبب الأخير اللي هو الإيجينج، كل ما زاد المريض بالعمر كل ما ضاقت قنوات العصب، وكل ما صار العصب يرسب كالسيوم بشكل أكبر. بتمنى إنه هالحلقة وصلت رسالة مفيدة وكانت خفيفة على قلوبكم. استنونا بحلقة جديدة وبموضوع جديد إن شاء الله.